بعد تفكك جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية منتصف تسعينيات القرن الماضي، حجزت كرواتيا في مونديال فرنسا 98 بطاقة مشاركتها الأولى في النهائيات، حيث تمكن منتخبها من هزيمة جامايكا في مباراته الأولى وبعدها اليابان ليضمن تأهله للدور الثاني رغم الهزيمة أمام الأرجنتين في ختام منافسات المجموعة الثامنة. كرواتيا أقصت بعدها رومانيا، وعندما واجهت ألمانيا أكرمتها بثلاثية أهدتها بطاقة الدور النصف النهائي. كرواتيا خسرت أمام فرنسا بهدفين لهدف، وأحرزت لاحقاً المركز الثالث بتغلبها على هولندا، محققة أفضل إنجاز في كل مشاركاتها في النهائيات. كانت المرة الأولى والأخيرة بالواقع التي تتفادى كرواتيا فيها توديع المونديال من الدور الأول. حيدر الوتار، أصداء العالم.